بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن كيف نتذوق الليتورجية. الليتورجية يعني إيه؟ الليتورجية معناها كل اجتماعات الكنيسة أو كل صلاة جماعية اسمها ليتورجي. الليتورجي دي كلمة في الأصل يوناني، ليوس يعني شعب، وإرج اللي هي العمل، فليتورجي معناها عمل شعبي. وكان قبل المسيحية بتستخدم نفس الكلمة في الاحتفالات عموما الشعبية، لكن ارتبطت بالمسيحية وأصبحت مرتبطة بكل طقس. يعني نقول لك ليتورجية باسيليوس، يعني القداس الباسيلي اسمه ليتورجي، ليتورجية القديس غريغوريوس يعني القداس الغريغوري، ليتورجية المعمودية، ليتورجية عيد القيامة. الإجبية تعتبر ليتورجية، يعني احنا بنقف نصلي مع بعض، تسبيحة اسمها ليتورجية. كل عمل نشترك فيه، كل صلاة جماعية نجتمع فيها. هنا مش كل واحد هيصلي بمزاجه، حتى لو هيصلي في سره هو حر، لكن في نص مشترك بنصلي به. وأبسط ليتورجية لما المسيح قال لتلاميذه إيه؟ متى صليتم ها فقولوا أبانا الذي، هذه الليتورجية. الليتورجية يعني إيه؟ متى صليتم جماعي كده قولوا كذا كذا كذا، قولوا يبقى في نص، أصبح قدامنا نص مقنن بنصلي به. اليهود كان عندهم ليتورجيات، والمسيحية دخلت على نظام الليتورجيات، فبقينا نستعمل المزامير كالليتورجية في صلوات السواعي. فنسمع مثلا أن بطرس يوحنا طلعوا الساعة التسعة، الساعة التاسعة يصلي ساعة الصلاة التاسعة، يبقى عندهم صلاة معروفة مجموعة مزامير هيقولوها في الساعة الفلانية، وطالعين سوا هيقولوها مع بعض. يبقى في نظام للعبادة من القرن الأول. إنما أنا مش يعنيني بس إثبات فكرة الليتورجيات، لأن إحنا مش غرضنا بس تأكيد فكرنا، لكن لا، مقصود بيها كيف نتذوق الليتورجية. للأسف لازم نعترف أن في شعب قبطي كتير بيحضر لكن مش بيتذوق. يعني في ناس تدخل القداس مستنية يخلص، وفي ناس تحضر التسبحة أو الإجبية ومش ملهاش طعم، تقول لك أنا مستني أصلي من قلبي، وكأن الإجبية دي مش من قلبه. إذن أنا غرضي النهاردة أكلمكم إزاي الواحد يدوق الليتورجية. الليتورجية دي وجبة جميلة دسمة حضرتها الكنيسة كأم، وقالت لأولادها دوقوا يا أولاد الصلاة الحلوة دي، هي عبارة عن طبخة جميلة من كلام الإنجيل على مشاعر القديسين، اتمتعوا بيها. الليتورجية تلاقوا فيها دايما شكر، تلاقوا فيها تسبيح، تلاقوا فيها توبة، تلاقوا فيها صلاة من أجل الآخرين، تلاقي فيها تأمل في السماء، تلاقي فيها دايما ذكر لقصة الخلاص، تلاقي فيها إلحاح على اسم ربنا يسوع المسيح. ليها أساسات برضو، مازال مش موضوع إن أنا أديكم دراسة عن الليتورجية، لأنه يمكن يبقى عاوزة وقت أطول. إنما اللي عاوز أوصل بيه إزاي نبقى جوه القداس أو جوه العشية مستمتعين وفرحانين بربنا وشايفينه وضايقينه واصلين له. الأول أقول لكم شوية آلات تؤكد أن ده جو الكنيسة من القرن الأول. في كورنثوس الأولى مثلا 14 يقول ما هو إذن أيها الإخوة، متى اجتمعتم، يبقى واضح في اجتماعه، كل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. يبقى في اجتماع وفي منهج من التعاليم والمزامير وإيه لبنيان الكنيسة. برضو لأن كورنثوس كان فيها شغب، وأحد مشاكل كورنثوس الخروج برة المعتاد. بتوع كورنثوس دول كانوا بيحبوا دايما يهاجموا كل ما هو تقليدي أو كل ما هو معتاد. قال لهم بصوا بقى، هي منكم خرجت كلمة ربنا ولا ليكوا وحدكم انتهت؟ يعني انتوا لا أول ناس تعرفوا ربنا ولا آخر ناس، ما تخليكوا زي بقية الناس. إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب.
كان ساعتها بيأكد على ضرورة القداسات والليتورجيات عموما، بالذات الإفخارستية كان مركز عليها في الإصحاحات اللي قبل كده. وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. كلمة ترتيب هي دي كلمة طقس. يؤخذ علينا أحيانا أن احنا بنحب الطقس، أو أن احنا بنتكلم في الطقس كتير، أو أن الطقس ممل. لكن الطقس كلمة كتابية، بلاش كلمة طقس لو بتضايق الناس، خليها ترتيب. حتى الكتب القديمة كانوا يسموها كتب ترتيب البيعة، بدل ما يقولوا طقس البيعة كانوا يسموها ترتيب البيعة. ترتيب أسبوع الألم يعني طقس أسبوع الألم، ترتيب مثلا كيهك يعني طقس كيهك. إذن الكتاب قال لنا خلي كل حاجة بلياقة. بلياقة يعني ما يليق، ما يناسب الروحانية، وبالتالي احنا لينا دور في اختيار ما يناسبنا. وبحسب ترتيب يعني واضح ان في نظام وفي برنامج. فأعمال اتنين لسه في فجر الكنيسة خالص في العهد الجديد، نسمع ان كان في ترتيب للقداس الاولاني. بلاش كلمة قداس، خليها كلمة لتورجية. بلاش كلمة لتورجية، خليها كلمة اجتماع الشعب. هي نفس المفاهيم. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. هنا لما تلاحظوا كلمة الصلوات بتيجي بألف ولام كتير، تحسوا، وده السكولرز قالوا كده، المفسرين الجداد والآباء طبعا القدام اللي يعني احنا بنعتز بيهم آباء الكنيسة القديسين، ان كلمة الصلوات معناها في صلوات خلاص اتفق عليها. زي مثلا تقول لك صلاة الصلح بتاعة القديس فلان، طب وبال خلاص اتعلمناها وتعودنا عليها، ليه نغيرها؟ فرحانين به يا الله العظيم الأبدي الذي جاء مثلا يعني. فهنا كانوا يواظبون. المواظبة تعني أيضا التكرار. فالتكرار العيب مش فيه على فكرة، العيب في إيه؟ إذا كان تكرار باطل أو تكرار بدون روح أو بدون طعم أو بدون معنى، طبعا يبقى غلط. لكن المسيح نفسه كرر في صلاته لألا حد يأخذ علينا التكرار. المسيح كان بيقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، وعدها ثلاث مرات. يبقى التكرار في ذاته مش خطيه ومش غلط ومش ممل. بارتيماوس الأعمى ما كانش عنده غير جملة واحدة في الصلاة بيكرر، يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني، والمسيح فرح بصلاته. برضو يقول في كورنثوس 11 لما كان بيتكلم عن الإفخارستية، يقول أمدحكم على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. كلمة التسليم دي موجودة عشرات المرات في العهد الجديد. وكلمة التسليم معناه أن في أمور سلمت للكنيسة قد لا تكون موجودة بنصها في الكتاب، لكنها لا تتعارض مع الكتاب. وهذا التسليم هو اللي احنا عايشين عليه لغاية النهاردة. استلمنا من أبائنا نصلي إزاي، استلمنا نتشفع بالعذر، استلمنا الأسرار، استلمنا السجود، استلمنا الصيام، استلمنا التوبة المستمرة، استلمنا الخشوع في الكنيسة، استلمنا كلمات معينة بنكررها، وهكذا. أنا بس بقول شوية آيات وبعدين هدخل في كيف نتذوق الليتورجية. برضو في كورنثوس 11 يقول يا إخوتي حينما تجتمعون انتظروا بعضكم بعضا، كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة. أما الأمور الباقية عندما أجي أرتبها. برضو كلمة أرتبها يعني إيه؟ يبقى في نظام وفي طقس وفي اجتماع الكنيسة، هو نفسه هيقعد معاهم يرتب لهم بعض الترتيبات. أفسس 6 يقول مصلين بكل صلاة وطلبة. كل صلاة معناها في أنواع، في تنوع في الصلاة، وكل صلاة توحي أن هناك صلوات معروفة صلوا بها كلها. زي واحد يقول أنا بصلي مزامير، حلو، بصلي صلاة يسوع، حلو، بقول أبانا الذي كتير، جميل، بصلي من قلبي، جميل، بصلي صلوات من نحمية ومن دانيال ومن أستير، حلو برضه، بصلي من كتاب صلوات قديم لقيت فيه صلوات قديس ذهبي الفم وقديس كيرولوس، جميل، كله حلو. لما تحط نظام مفيش مانع يبقى عندنا نوع من التنوع، زي طلبات صلوات الأجبية وهكذا.
كل وقت، المهم ان انت تملى يومك بالصلاه في الروح، يبقى صلاه روحيه. وساهرين لهذا بعينه، اللي هي فكره التسبيح. اذا دي وصيه في الكتاب اهو، اسهروا للصلاه. المسيح قالها كتير، وبولس عاشها مع الكنيسه بشكل منظم. ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبه. يبقى لما نسهر كل ليله نسبح شويه، ده نظام الكنيسه من اول يوم وترتيب البيعه. وطلبة لأجل جميع القديسين، يبقى بنصلي البعض كمان كأعضاء في جسد واحد. برضو حكاية الترتيب دي، تسالونيك الثانية 3 يقول: نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذوا منه، إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا. يبقى إحنا ككنيسة تسليمية تقليدية استلمنا وبنتمثل باللي قبلينا، لأننا لم نسلك بلا ترتيب. يعني عندنا ترتيب أو نظام أو طقس، هي نفس كلمة طقس، مستلمينه بنعمله واللي بعدينا بيعمله زينا، ليس خاليا من الروح زي ما هنشوف. آية كمان لما يقول مثلا يحط نظام الصلاة بين الرجال والستات لما يكونوا في الكنيسة، فيقول: أريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة. يبقى رفع الإيد في الصلاة ده جزء من الطقس، بدون غضب ولا جدال. يبقى ما فيش أي جدل ولا غضب في الكنيسة. النساء يزينن زواتهن بلباس الحشمة، يبقى الطبيعي في ورع وفي حشمة جوة الكنيسة وتعقل، لا بضفاير أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كتيرة الثمن. يبقى مفيش مجال جوه الكنيسة للتباهي والمنظرة، كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة. لتتعلم المرأة بسكوت، يبقى المرأة ما تنفعش تبقى هي الكاهن اللي بيقود الكنيسة. ده منهج الكنيسة، ترتيب البيعة من القرن الأول كده. مرة أخرى يقول مثلا في عبرانيين، دي عبرانيين: لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة. بعد كده يقول: لنا مذبح. إحنا لينا مذبحنا، قديس بولس اللي بيقول لينا مذبح. وحدش عشان ما حدش يفتكر أنه بيكلم يهود، هو العبرانيين دول هو بيكلم مسيحيين، لأنه بيقول لهم: أنتوا استحملتوا الألام كتير واضطهدتم وقبلتم سلب أموالكم بفرح. يبقى بيكلم مؤمنين عشان ما حدش يفتكر بيكلم يهود، وبيقول لنا مذبح. يبقى المسيحيين عندهم مذبح. لا سلطان للذين يخدمون المسكن، دول اليهود بقى اللي بيخدموا المسكن، المسكن اللي هو الهيكل. فاللي لسه بيدخلوا الهيكل يقدموا ذبائح حيوانية ما لهمش سلطان يتناولوا من المذبح. وده طبعا هو ده الطقس اللي احنا عايشين عليه. لو واحد مثلا لسه يهودي ما تعمدش وما امنش ينفع يتناول؟ ما ينفعش ببساطه، ملوش سلطان انه يتناول من مذبحنا، لان له مذبحا اخر عليه ذبيحه حيوانيه. فيبقى الايمان اللي مش مشترك يمنع انه يتقدم الى هذا المذبح. دي كده امثله على فكره انه في الكنيسه من الاول ما يسمى الليتورجيه او العمل الجماعي أو الصلاة الشعبية أو الروح الواحد، وإن ليها شكل وليها نظام وليها طقس وليها ترتيب من وقت المسيح إلى هذا اليوم. كيف نتذوق الليتورجية عموما؟ هقول النهاردة كم نقطة، ويمكن مرات تانية أتكلم في نقطة تانية. أنا هاخد جزء بنقوله في آخر القسمة، 6 كلمات كده قبل ما نتناول، بيقولهم أبونا في نهاية القسمة وأكثر من قسمة، قسمة اللي هي الجزء اللي بيقسم فيه الذبيحة استعدادا للتناول. وأظن أغلبكم حافظ الحاجات دي. يقول: لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت. أنا هكلمكم في دول، لأن اللي يقتني دول أو اللي يعيش في ال6 كلمات دول يتمتع بالليتورجية. يبقى واقف في العشية شايف المسيح وفرحان به، يبقى بيحضر معمودية وشايف، مش شايف بعينيه، ممكن شايف بالإيمان. يعني إيه المسيح دلوقتي؟ بيضم شخص جديد للملكوت.
يعني ايه الطفل ده او الانسان اللي هيتعمد ده قديس بالروح القدس دلوقتي، يبقى واقف في الاكليل بيصلي للعروسين وشايف الروح القدس وهو يجعلهما واحدا. برضو بقول مش لازم شايف بعينيه، لكن مستمتع متلذذ بالطقس، شبعان بجمال الليتورجية والمعاني الروحية العميقة. أول حاجة قلب طاهر. ما يعطلنا في التمتع بأي قداس أو أي ليتورجية عموما إن القلب مش نقي. المسيح علمنا قال طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. عشان كده احنا دايما نقول في استعداد للأسرار، وفي استعداد للكنيسة عموما، وفي استعداد لأي صلاة. ليه؟ الاستعداد بالنسبة لنا مش خارجي، احنا تخطينا الشكل اليهودي اللي كانت الاستعدادات اغتسالات خارجية كان الغرض منها ان ننتبه الى اهمية اللي هيحصل، ان احنا هنقف قدام ربنا موضوع كبير. وتحولنا بقى لان احنا فهمنا ان الداخل اهم من الخارج الى الاستعداد الداخلي. في فرق كبير قوي بين انك انت تكون ليلة القداس قريت الانجيل، صليت من قلبك، صحيت بدري ومجهز نفسك هتشوف المسيح ورايح تقابله وهتحط كل همك على المذبح والدنيا كلها بقت ورا ظهرك والملكوت هو بس اللي قصاد عينك ورايح بالمزاج ده بالاستعداد ده وكل اللي في قلبك يا رب انا ما استاهلش اقرب منك، انا انسان خاطي اوحش من كل الناس اللي على الارض. هنا القلب المنكسر المتواضع، ها، لا يرسل الله الى هذا، انظر الى المسكين المنسحق الروح المرتعد من كلامه. يبقى الانسان اللي داخل بقلب نظيف، قلب نظيف يعني قلب تايب، ما هو ما حدش فينا قلبه نظيف كده، لا، كلنا قلوبنا ملوثة، كلنا قلوبنا فيها شهوات، فيها أفكار، فيها كسل، فيها خوف، فيها شك، فيها كبرياء، فيها رياء. طب وماله؟ بس ما تغسل القلب، انت تغسل في المعمودية، تعال نغسله بالتوبة. وعشان كده الاستعداد الأساسي للقداس أو للليتورجية عموما والتذوق لأي ليتورجية يحتاج قلب، قلب تائب، قلب طاهر. أكتر واحد يتمتع بالصلاة هو اللي واقف في الكنيسة مكسوف خجلان زي العشار اللي بيقول له أنا ما استاهلش، أنا مش قادر أرفع عيني حتى فوق، أنا ارحمني أنا خاطي، أنا أوحش من كل الموجودين. هو ده أكتر واحد هيتمتع بالصلاة. ولو في مرة زهقته في القداس اعرفوا أن الشرط الأولاني ده مش موجود. لو أنت واقف زهقان يبقى انت ما عندكش قلب منكسر، يبقى ناقصك توبة، انت مش حاسس او مش مستوعب يعني انت واقف قدام ربنا. والكنيسة تفضل تشتغل على الحتة دي، تقول لنا على فكرة الشاروبين يقفون والسرافيم ويسبحون قدوس قدوس، بتهيأ لك الجو عشان تقول ايه وانا اروح فين في ده كله، انا مش قد ده كله، انا انسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. كويس المشاعر دي، ساعتها تحس، ساعتها القلب يتحرك. أوحش حرب تجيلنا جوه القداس حرب الغضب والإدانة، ودي بتيجي كتير قوي، إنك يخلعك من جو التسبيح والانكسار والحب والصلاة إنك تدين حد ولا تغضب على حد. خلاص اتفصلت عن حضور ربنا، فقدت الإحساس بجمال اللحظة دي. القلب الطاهر يحتاج إلى خشوع. أول مرة موسى قابل المسيح، المسيح علمه يعني إيه يصلي، علمه الليتورجية، قال له اخلع نعليك. اخلع نعليك ليه؟ يعني النعلين هينجسوا الواحد؟ لا، عاوز يقول له الخشوع والسجود وسجد موسى قدامه. إذن هنا لما بنسجد، لما بنخلع النعلين، لما بنقرب، كل دي حاجات بتساعدنا على نظافة القلب، هي في ذاتها مش هدف، خلي بالكم، لكن هي وسيلة إن الواحد يدخل على ربنا يقول له أنا قلبي يعني ما استاهلش إنك تدخل، وإنت قلت لي إن كله من القلب، من القلب تخرج كل شيء، تخرج الأفكار الشريرة ومن كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. طب أنا ما عنديش صلاح.
يبقى أول شرط أو أول بند يخلي الواحد يعيش الصلاة القلب النقي. مرة قابلت واحد ربنا يعني اختاره للسماء، راجل كبير كان ايه في الكنيسة هنا، الكلام ده فات عليه 20 سنة. وبعدين كان طالع من القداس وانا كنت جاي، ما كانتش ما صليتش القداس ساعتها، فبقول له ازيك يا عم فلان، راجل كبير. لقيته مبسوط كده، قلت له انبسطت في القداس؟ قال لي كنت طاير. قلت له يا بختك. قلت له ايه؟ قال لي عارف مين اللي بيصلي؟ كان انبا فلان. قلت له ده انا عارف ان انبا فلان ده بيصلي قبطي. هو انت بتفهم قبطي؟ قال لي ولا كلمه. قلت له كنت طاير؟ قال لي صدقني كنت طاير. قلت له ليه؟ قال لي هو كان بيصلي من قلبه وانا كنت بصلي من قلبي، فاحنا الاثنين كنا فرحانين بالمسيح. هو كان بيصلي من قلبه وانا كنت بصلي من قلبي. إذن هو ده سر التمتع بالصلاة. الموضوع مش النص بس اللي هنقوله، خلي بالكم، لا، النص وسيلة للدخول لحركة القلب، لكن الهدف في الصلاة القلب يتحرك، القلب ينطق، هو ده الهدف. في واحد يقول لك وانا بصلي تعال اسرح، بس بسرح مع ربنا. يا سيدي اسرح مع ربنا، مش خطية انك انت يعني ما تطلع بره النص وتفكر في ربنا نفسه، وماله حد طايل؟ هو الجو كله غرضه انك تشوف ربنا وتشبع به بالطريقة اللي تريحك. الألحان على اللبس، على القرايات، على السجود، على كل ده بيدخلك في اكتشاف حضور الله منك ليه يا سيدي بعد كده. إذن هنا القلب هو أساس مفتاح التمتع بالليتورجية. تصوروا بقى واحد داخل كل اللي همه أنه جوه القداس يعني يتقن جدا الأداء. الأداء هي تمثيلية، هي مسرحية، احنا واقفين قدام ربنا. إن كنا نتقن فمن أجل الله، لأننا واقفين حوالينا ملائكة، فالإتقان في اللحن والإتقان في النظام والالتزام ضرورة، بس مش ضرورة للتباهي، ضرورة لاحترام حضور الله. لو أنت واخدها كده تتمتع بالقداس جدا. فأول بند قلب طاهر، عشان كده لا يمكن واحد يكون بيكره حد يستحمل يصلي قداس، ما يبقاش مستحمل، ولا تسبحة ولا إجبية، الكلام ده كله ملوش طعم، مش لأنه ملوش طعم في ذاته، لأن القلب مش نظيف. فكل اللي بيتعمل ده إيه؟ زي الكتبة والفريسين. تاني بند يخلي الواحد يستمتع بالليتورجية، نفس مستنيرة. إيه النفس المستنيرة؟ أنا هركز على كلمة مستنيرة. كتير في صلواتنا بنقول أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا ونياتنا وكله. يعني إيه نفس مستنيرة؟ الاستنارة معناها إدراك المعاني الروحية. الاستنارة يعني إيه؟ النور في دماغك وفي قلبك، يعني أنت فاهم ربنا. ما حدش بيجيب آخر ربنا، حاش، الله لا يدرك، لكن الفهم درجات. فالاستنارة معناها أنك أنت الدنيا منورة جواك فمستمتع بالكلام. وهنا عاوز أركز مثلا على ما يقال في كل قداس من تعاليم. كل قداس، مش بس القداس، التسابيح والأجبية، أنا بتكلم عموما عن الليتورجية. ما فيش ليتورجية يعني صلاة شعبية إلا مليانة من الإنجيل. الاستنارة معناها إيه؟ كلام الإنجيل وهو بيتقري بينور جواك، بينور. فأنت لما مثلا بتسمع مثل العذارة نورت جواك، يا رب ارحمني، مش عاوز أكون من الجاهلات، مش عاوز أتغش في منظري، أنا ما عنديش زيت كفاية. تاخد القداس كله نفس مستنيرة. مستنيرة بإيه؟ فكر روحي. أنا رب جاهل، أنا مش حكيم، أنا مش مستعد، ما تجيش دلوقتي يا رب، لأني خايف أكون من الجاهلات اللي افتكروا نفسهم جاهزين وهم مش جاهزين. إيه اللي حصل؟ حصل استنارة. تسمع في مرة تاني مثلا لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، نورت في دماغك، يا رب أنا مش طفل، أنا كبير بكل عيوب الكبار، القلق على الشك على التذمر على الكبرياء على
كل عيوب الكبار وبلويهم، ما عنديش أنا لا بساطة العيال ولا نقوتهم ولا براءتهم ولا إيمانهم، طب الحقني هدخل السماء إزاي كده؟ فالاستنارة يعني فكر، نور عقلك، ادى روح في الصلاة. يبقى الليتورجية شعللت والتهبت وحركت مشاعرك طول القداس لأن في استنارة. وهكذا كل كلمة في القرايات ممكن تنير دماغك، مش بس كلام القرايات، حتى كلام القداس. يعني ايه؟ مثلا يا من خلق الإنسان على غير فساد، لو عندك استنارة أو الكلمة دي نورت جواك، يا رب أنت خلقتني في الأصل وأنا مش فاسد، إيه اللي جرالي؟ إيه كمية الفساد اللي في حياتي دي؟ ده أنا ما بيعديش عليا ساعة ما فيهاش فساد. طب أنا نفسي أرجع للنظافة اللي أنت خلقتني عليها دي، خلقتني على غير فساد. وممكن تبقى إيه؟ استنارة فكر تحرك القلب. يبقى نفس مستنيرة، يعني في أفكار نقية روحية شغلاك، وبالتالي أنت فعلا جوه الليتورجية لا فاكر أنت فين ولا أنهي بلد ولا اسمك إيه ولا هتاكل إيه ولا أكلت إيه ولا رايح فين ولا جاي منين، أنت طلعت بره الدنيا خالص. أنت نفس مستنيرة زي اللي شايف العالم الآخر والملكوت والملائكة والقديسين واللي عملوا المسيح واللي بيعملوه، وعايش في جو تاني. عشان كده إيه؟ كأنك بتكتشف الله، القداس خلص، هو الإجبية خلصت، كأنك يا زي اللي نزلت من السماء للأرض تاني. ده لو أنت عايش بنفس مستنير. ندخل على بند ثالث، وجه غير مخزي. كلمة جميلة. ليه؟ وجه غير مخزي يعني إيه؟ يا رب ما تكسفنيش، يا بالبلدي كده ما تكسفنيش. يعني ايه؟ في مرة تانية مثلا في الصلاة يقول أما نحن فلنا خزي الوجوه، يعني أنا استاهل أبص في الأرض لأن أنا ما استاهلش أقف قصادك. إذا كانوا الشاروبيم بيعملوا عينيهم كده وشهم كده، أنا ببص عيني عينك، فأنا إن كان علي لي الخزي، لكن بطلب إليك لا تخزيني. وجه غير مخزي يعني ما تكسفنيش في طلباتي، أنا واقف قصادك، أنت قلت لي أطلب وأنا بطلب، قلت لي أطلب ملكوتك وأنا بعين مفتوحة جريئة بقول لك اديني ملكوتك، فما تكسفنيش. دي بقى سموها عشم، سموها تواضع، سموها جرأة، لكن بوجه غير مخزي يعني إن كان عليا ما استاهلش خالص، لكن أنت عشمتني، قلت لي عاوز حكمة أطلب، أديني بطلب، عاوز غفران أطلب هديك، طب أنا بطلب، عاوز روحي أطلب، طب أنا عاوز روحك، عاوز محبة ناقصك محبة أطلب، أنا بطلب. وجه غير مخزي، كل طلب روحي بتحطه في الصلاة بتقدمه بوجه غير مخزي. يعني إيه؟ لا تردني مخزيا يا رب، يعني طلعني من القداس ده وانا واخد حاجة، ما تكسفنيش. عارفين لما واحد يجي لك يطلب طلب يقول لك ما ترد ليش الطلب، ما تكسفنيش، فزي اللي زنقك، احنا بنزنق ربنا بالكلمة دي. اذا كان عندك قلب طاهر ونفس مستنيرة يبقى عندك وجه غير مخزي. وعلى فكرة الوجه نفس تعبير القلب، القلب المنكسر يجعل الوجه منكسر. عشان كده الجرأة الزيادة في الصلاة أحيانا تعبر عن قلب غير منكسر. يعني إيه؟ يعني الوش الخجلان من ربنا بيبان عليه. شوف المرأة الخاطية، هي دي وجه غير مخزي. ليه؟ دي خدت اللي ما تحلمش بيه، دي خدت غفران وخدت تطويب من فم المسيح، اذهبي بسلام إيمانك خلصك. بس إيه وشها كان فين؟ وشها كان في الأرض ودموعها على خدها ومكسوفة من روح، لكن لم يخزيها أبدا، ما كسفهاش. يبقى بتقول له بوجه غير مخزي يعني يا رب أنا ما اشتهلش، لكن أنا عشمان في رحمتك، أنا أوحش واحد في الناس دي كلها. العشار كان لاجه وجه لم يخزى، لأنه واقف آخر الكنيسة ومحدش حاسس به وشايف نفسه أوحش واحد وخرج مبررا. يا بختك.
زكى اللي طلع فوق السور والشجرة وخد له كلمتين وتبهدل وجه غير مخزي ليه؟ مش انت عشمان ونفسك في ربنا وما عندكش اي استعداد لاي حاجة؟ يعني ما انتش كويس. ايوه مش كويس. احنا في الليتورجيات مش بندخل على ربنا كويسين، احنا داخلين ضايعين، داخلين مليانين خطية ومليانين ضعف ومليانين هموم، بس بنقول له انا بقدم لك قلب منكسر على فكر مستنير على وش مكسوف، بس مش عاوزك تكسفه، وجه غير مخزي. نقطة كمان، إيمان بلا رياء. نحن نتقدم في حضرة الله بثقة. الإيمان هو الثقة. أنا متأكد، مع إني وحش جدا، إن ربنا بيحبني، وإلا ما يبقاش في إيمان. الثقة، أنا واثق إن ربنا اللي خلقني مشغول على خلاصي، عاوز نوصل للسماء. أنا متأكد إن ربنا اللي خلقني وفداني بيقدم لي جسد ودمه، فأنا متأكد إنه ده جسد ودم حقيقي. أنا متأكد على كل اللخبطة اللي جوايا إن روحه لم يفارقني. ليه؟ لأنه قال لي يمكث معكم إلى الأبد. فأنا واثق، أنا واثق أن كل الأشياء تعمل معا للخير، حتى لو كل الأشياء في نظري مش ماشية صح، لكن هو قال تعمل للخير يبقى تعمل للخير. يبقى أنا بتقدم في الصلاة بإيمان، والإيمان يعطي متعة في العبادة. الإيمان هو أرضية العبادة. لو الواحد العبادة، أقصد تاني الليتورجية، التمتع بالصلاة، لازم يبقى متشال على إيمان. أبسط حاجة زي ما قالها القديس بولس، ينبغي أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يسمع الذين يطلبونه. أنت جاي تصلي ليه؟ ما كنتش متأكد أن في ربنا وسامعك وهيرد عليك، طب أنت جاي ليه؟ إذا كل وقفة صلاة هي محمولة على إيمان. بس بقى حط مع الإيمان بقى إيه؟ إيمان بلا رياء. طبعا دي مخشوشة من الكتاب، كل الكلمات دي كتابية بالمناسبة، كلها متاخدة بالإنجيل. أصل العدو اللدود للإيمان الرياء. لما الشيطان يلاقي واحد هيبتدي يثق في ربنا ومش عارف يوقف الثقة، يسحبه في سكة الإيه؟ الرياء. الرياء يعني إيه؟ الشكل، المنظر، الافتخار، يهتم برأي الناس زيادة، باظت الحكاية، تشوه الإيمان، ضاعت العبادة. اوعوا تصدقوا ان في واحد مشغول برأي الناس زيادة يعرف يصلي، لا ما يعرفش يصلي. ما كنتش تنسى الناس كلها وانت بتصلي، مش هتعرف تصلي. واحد مرة بيسأل ابوه الروحي، بيقول له علمني كيف اصلي وسط الناس. قال له يا ابني لن تعلم طعم الصلاة الا حينما لا ترى في هذا الكون كله الا الله وانت. فاهمين؟ يعني عمرك ما هتدوق طعم الصلاة بجد إلا لما كل حاجة تختفي من حواليك، لا بشر ولا ظروف ولا مشاكل ولا هموم ولا أخبار، كله يختفي، ما يفضلش غير ربنا وانت، ساعتها تعرف يعني إيه صلاة. إذن الإيمان بلا رياء يعني لا يعنيني رأي الناس، ماليش وش تاني قدام الناس، مش بضحك عليهم، مش لعلة يطيلون الصلوات، لا احنا مش بنطول عشان يقولوا علينا بنصلي، احنا غلاب، انما احنا بنحاول نصلي ونركز في ربنا، ويمكن ننسى الوقت مع ربنا، لكن مش لعلة يطيلون الصلاة. ايمان بلا رياء ده يديك طعم في الصلاة. تاني بقول لحضراتكم، كيف نتذوق جمال صلواتنا؟ ما اكثر الصلوات الجميلة، وللأسف ما بيروح طعمها، زي المرضى اللي مش بيستطعموا الأكل الحلو، مش لأن الأكل مش حلو، الأكل حلو قوي، بس احنا مرضى فمش مستطعمينه. إنما يلا نبقى أصحاء بالشكل اللي قصده الإنجيل، قلب طاهر، نفس مستنيرة، وجه غير مخزي، إيمان بلا رياء. صدقوني ندخل الصلاة نبقى مش عاوزين نسيبها أبدا، لأن هو ده السمكة. السمع عبارة عن صلاة لا تنتهي. ليه؟ لأن دي الحالة الحقيقية لحضور الله. نمرة خمس، محبة كاملة. محبة كاملة، طبعا كلمة كاملة دي واسعة شوية، لأنها بتفكرنا بكذا تعبير في الكتاب.
تحب الرب إلهك إيه؟ من كل. إحنا بنحب ربنا، كلنا بنحب، بس ما ظنش حد جاب إيه كل دي أو الكاملة دي، بدليل إنه قال في حتة تاني المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب. لو بتحب ربنا قوي مفيش حاجة جنبه، تحس إنه ولا حاجة فرق، وفعلا مش فارق معاك حاجة. لو قطعوك حتت، لو هددوك بعمرك ببيتك بقى، ما فيش حاجة تخوفك. ليه؟ بس لما توصل للمحبة الكاملة، المحبة الكاملة تخليك نفسك نسيتها وأهلك نسيتهم، حتى أهلك. إن أحب أحد أبا أو أما أو أكثر مني، فاهمين؟ لسه. فإحنا بنقول له رب عاوزين ندوقك أكتر محبة عروس النشيد اللي بتقول إيه؟ خلاص لقيتك مش عاوزة حاجة معاك، لا توقظنا الحبيب، يعني ما حدش يصحي، خليني معاه كده في يعني عشق كده لا ينتهي، مش عاوز افكر في حاجه ولا احس بحاجه، محبه كامله. طيب كل ما تحب ربنا اكتر كل ما تدوق الصلاه اكتر، وانت بتحب ربنا كل كلمه هتسمع جواك هتستخسر، تعبير واحد من الاباء، تستخسر تنقل من سطر لسطر. تصور، يقولوا مرة أمبرويس، القديس أمبرويس، بدأ أبانا الذي بالليل، طلع الصبح، أبانا الذي اللي هي بتاخد دقيقة معانا دي، هو قال أبانا من هنا وسرح، مش عارف يلم روحه بقى خلاص، هو قال أبانا بس ومش عارف يطلع منها، لأن الموضوع حب. هل هنا ساعتها نقول له مش تكمل لك 20-30 مزمور ده أنت راهب؟ مش مهم، لأن هو الحكاية مش عدد ولا كتر كلام ولا واجب بيتأدى، هي الحكاية في الآخر قلب حب. يا ابني اديني قلبك، مش عاوز أكتر من كده. يبقى هنا احنا بنقول له خليني يا رب بمحبة أعرف أصلي. لما تلاقي نفسك الصلوات تقيلة على قلبك، صارح نفسك إنك مش بتحب ربنا كفاية. خلينا إيه؟ أمناء في الحتة دي. لما تكون الصلاة تقيلة علينا، العيب مش في الصلاة أحبائي، بدليل إن في ناس كتيرة كانت الصلوات دي بيفضوا نفسهم عشانها، وبيجروا عليها، وبيصحوا لها مخصوص، وبيتحدوا ضعف جسدهم عشانها، وما كانش حد فوق راسهم ماسك لهم عصاية يقول لهم لازم تصلوا، ما كانش في لازم، ولا هيكون في لازم أبداً. إياكوا تصدقوا إن الكنيسة بتقول لازم، لا مفيش لازم. لازم دي أنت اللي تقولها لروحك. لازم دي هتقولها لنفسك لما تحب ربنا أكتر. هتلزم نفسك. لكن أنت تفتكر حد فينا هيلزمك؟ ربنا مش عاوز حد يجي له بالعافية ولا بالغصب. عاوز كل واحد يجي له عن حب. اللي بيحب ربنا هيقول له مش عاوز أسيبك، عاوز أقعد معاك، عاوز أتكلم معاك. وساعتها ايه؟ هيستمتع باللي بيعمل، محبة كاملة. آخر كلمة ايه؟ ورجاء ثابت. أعيد وأقول ايه؟ قلب نقي بالتوبة، نفس مستنيرة بكلمة الله، وجه غير مخزي برجاء، هستوصل للرجاء تاني، إيمان بلا رياء بدون افتخار ولا تظاهر ولا رأي الناس، محبة كاملة صادقة، عشق لله، حب حقيقي. تيجي آخر كلمة، رجاء ثابت. كلنا عندنا رجاء، لما بنصلي عندنا رجاء يسمع استجيب، إنما الرجاء مش ثابت. ليه؟ بيتهز عادة يعني، فتلاقي نفسك عشمان وبعدين قلقان. طب هيحصل؟ هدخل السماء في الآخر؟ لا، خلي رجاءك ثابت. طالما بتصلي بقى هتدخل السهم، امال انت بتصلي ليه؟ طب المشكله هتتحل؟ هتتحل. خلي رجائك ثابت. يعني هو سامعني؟ سامعك. خلي رجائك ثابت. يعني هيستجيب فعلا الطلب حسب مشيئته؟ لازم هيستجيب. خلي رجائك ثابت. بدال انت متاكد ان الطلب حسب ارادته وبتطلب، خلاص ما تخافش. خلي عندك رجاء. الرجاء قريب للإيمان، الرجاء هو العشم، هو انتظار الاستجابة.
هو توقع الاستجابة. احنا ساعات نصلي بدون توقع، لا لازم تتوقع، تتوقع رد فعل من الله، هو ده الرجاء. انا بصلي يا رب متوقع انك انت ترد علي، هو ده الرجاء، انك انت تصلي وربنا يرد. أما الولاد ازاي؟ مش اب وسط ولاده نزلنا عليه ويرد علينا، رجاء ثابت. وبعدين وانت بتصلي اطلب زي ما انت تطلب بقى، طالما الطلبات روحية. خلي بالك انا بتكلم في بكلم خدام، احنا مش بنتكلم هنا لا في فلوس ولا في ايه حاجات بتاعت الدنيا، لا احنا كلنا حافظين ان هذه كلها ايه. اياكوا تاخدوا الكلام ده وتقولوا بس كده الشقة هتتباع، يا شيخ روح حرام عليك، يعني تبقى واقف قدام المذبح والملائكة والعز ده كله وتقول بصلي بإيمان بلا رياء ان الشقة مش معقول. خلينا في المفيد، فطبيعي اللي احنا بنقوله ده كله اتجاهه روحي، يعني ايه انا عاوز يا رب قلب جديد، عاوز مخ جديد، عاوز حياة جديدة تليق بولادك، عاوز اخدمك، عاوز اكسب نفوس، عاوز اوصل للسماء، عاوز الكنيسة كلها تبقى واحد، ماشي. كل ده طلبات حسب قلبه تفرحك. هنا رجاء ثابت، يعني ايه؟ ما تسيبش رجاءك يتهز، ما تسيبش توقعاتك تتلخبط. ثابت قلبي يا رب، ثابت يعني ايه؟ طب ما جاوبش، ثابت يا إلي، مفيش مطر هنصلي، مفيش هنصلي، هيجي المطر لازم يجي، مفيش بديل، لأن الرجاء ثابت. اللي عنده رجاء ثابت يتمتع بالصلاة، اللي عنده إيمان بلا رياء يتمتع بالليتورجية، اللي عنده محبة كاملة مش بس لربنا على فكرة، محبة لكل اللي حواليه، محبة حقيقية للي حواليه، يتمتع بالصلاة. ليه الكنيسة في نص القداس تقول لكم قبلوا بعضكم بعضا؟ حبكت يعني؟ لا، عشان تقول لكم المحبة دي شرط لتذوق المسيح، شرط للدخول في الصلاة. مش هتعرفوا تصلوا لو مش بتحبوا بعض، مش هتعرفوا، لأن الصلاة مش كلام يتقري ولا يتغنى، الصلاة روحانية، حركة الروح القدس جواك، والروح القدس ما يشتغلش غير مع ناس بتعرف تحب بعض من قلب طاهر بشد. لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مغزي وإيمان بلا رياء محبة كاملة رجاء ثابت نكسر بدال. نطلع بقى للكلمة العظمى بتاعت أبانا الذي، كأن كل ده يمتعنا في الآخر، وانت واقف في الصلاة تقول أبانا تحس انك دخلت حضن ربنا، وانت بتقول أبانا تحس ان ربنا خدك جواه كده، زي كأنك دخلت الملكوت لتتمتع بحضوره الأبدي لإلهنا كل مجد وكرم.